مع قصة من القصص النبوي وقصص السنة بالعشرات. وقد فكرت منذ زمن أن آتي على سلسلة تحت عنوان القصص النبوي، وكنت قد تكلمت منذ زمن عن القصة في القرآن في قرابة 35 درس. لو تكلمنا عن القصة في السنة فربما نصل إلى 100 درس. على أي حال، ها هي بعض القصص نتعرض لها من خلال شرح كتاب رياض الصالحين. تكلمنا عن قصة أصحاب الأخدود، وتكلمنا عن قصة الثلاثة الذين آووا إلى الغار فانهمر المطر فنزلت صخرة من قمة جبل فسدت عليهم فم الغار. وفي هذه الليلة مع قصة أخرى من قصص السنة. الحديث متفق عليه في الصحيحين عند الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهما الله عز وجل، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرس وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ ماذا تتمنى؟ البرص مرض جلدي منفر مؤذي. أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس، يعني بسببه، فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي لونا حسنا. قال، يعني الملك: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل، أو قال البقر. شك الراوي، والراجح أنه الإبل لأن الأقرع سيطلب البقر بعده. قال: الإبل، أشتهي يكون عندي إبل كثيرة. أو البقر، شك الراوي. ثم عاد الراوي عن شكه فقال: فأعطي ناقة عشراء. إذا كان طلب إبل ولا بقر؟ إبل. أعطي ناقة عشراء، فقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس، فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر، فأعطي بقرة حاملة، وقال: بارك الله لك فيها. ثم أتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد إلي بصري، أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس، فمسحه فرد الله إليه بصره. قال، يعني الملك للأعمى: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدا. أنتج هذا وولد هذا،
أنتج، البقر أنتج، والناقة أنتجت، والغنم ولدت، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. سبحان الملك، ناقة واحدة أنتجت نوق وجمال ملأت الوادي، بقرة واحدة أنتجت بقر ملأ واديا، غنيمة واحدة أنتجت غنما ملأ واديا. الناس لا تتصور كثرة هذه الغنم إلا إذا عرفوا ما هو الوادي. أنت عارف الوادي قد إيه؟ الوادي جغرافيا هو المكان السهل بين مرتفعين، صح؟ في الجغرافيا يقول لك كده، مكان منبسط وطيء سهل بين مرتفعين يتسمى وادي. ملناش دعوه بالجغرافيا دلوقتي، خليك مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الوادي هو المكان المنبسط الواسع سهل، المدى على نهاية مرمى البصر من كل اتجاه، على مدد الشوف من كل اتجاه. تبص كده من امامك، شوف عينك هتجيب فين، عين الانسان المعتدل السوي، شوف عينك هتجيب فين من كل اتجاه، ده اسمه ايه بقى يا حبيبي؟ وادي. تخيل ده كله مليان جمال او مليان بقر او مليان غنم، يبقى عنده كم الف جمل وكم ألف بقرة، والثالث عنده كم ألف غنمة. شفت البركة؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر الزمان ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته. الملك جاء إلى الأبرص، في خلاف بين العلماء في معنى صورته وهيئته، والراجح أنه أتى في صورة الأبرص يوم أن كان أبرص، بيذكروا بتاريخه يمكن يشفق. الملك أتى في صورة الأبرص يوم أن كان أبرص وفقير، فأتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال، يعني الأسباب، وفي رواية قد انقطعت بي الحيال، يعني حيل الرزق اللي معانا. قال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. ملك بيتكلم موحد، مالوش لا بلاغ لي إلا بالله وبك، ما ينفعش. ذهب رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله فقال: ما شاء الله وشئت. فغضب النبي وقال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله ثم ما شئت. الملك بيقول له إيه؟ فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. الواو حرف عطف، وثم حرف عطف، لكن ثم حرف عطف يفيد الترتيب، يفيد التراخي، يفيد التباطؤ، يعني لله الأمر من قبل ومن بعد. اوعى اسمعك تقول لي إنسان هعتمد على الله وعليك، هسيب الموضوع ده لله وليك، غلط. قل لله ثم لك. أي نعم. قال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، بعيرا، جمل واحد بعيرا، أتبلغ به في سفري؟ فقال:
الحقوق كثيرة. أنا فضيلك ده أنا بأطعم المساكين والزكاة والضرائب، الحقوق كثيرة، الحقوق كثيرة. فقال كأني أعرفك. الله الله، كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذر كالناس فقيرا فأعطاك الله؟ مش أنت الرجل الجربان بتاع زمان؟ قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. لا يا عم مش أنا، ده أنا من أسرة ملوك، ده أنا عيلتي كلها أغنياء. ورثت هذا المال كابر عن كابر، يعني عن أبويا، وأبويا ورثوا عن جد، وجد ورثوا عن جد، جد أبوه. ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ما قالناش النبي الرجل رجع لحالته ولا مرجعش، لكن واضح أنه عاد إلى حالته الأولى من مرض وفقر، لأنه كافر نعمة، كافر نعمة، والجحود يزيل النعم. إن كنت في نعمة فرعها فإن الإله كثير النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله شديد النقم. إن شكرتم لأزيدنكم. ثم إنه أتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد هذا، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى الأعمى، ثم أتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة غنمية واحدة أتبلغ بها في سفري. قال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. الرجل ده أقر بحالته وشكر ربنا، قال له ده أنا كنت أعمى وربنا أكرمني بنعمة البصر التي لا تقدر بثمن، وفقير وأغناني الله. النهاردة مش هقول لك لا، أمامك الوادي خذ ما شئت. انت طالب كام؟ قال له غنماية، قال له لا، اللي تقدر عليه شيله، خذ ما شئت ودع ما شئت. فقال الملك أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. ده الحديث، لما نطلع الفوائد والعبر نقف معه وقفات. صلوا الأول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصة دي وقعت لثلاثة من بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب. الشيخ ابن عثيمين في شرحه لرياض الصالحين وهو يعلق على هذا الحديث مكتوب كده في الشرح، وإسرائيل هو إسحاق ابن إبراهيم. غلط، لعلها غلطة مطبعية، بل إسرائيل هو يعقوب. يعقوب، إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، وإسحاق أخو إسماعيل عليه السلام. يبقى أبناء يعقوب أبناء عم أبناء إسماعيل، يعني إحنا وبني إسرائيل ولاد إيه؟ ولاد عم.
الشيء اليهود يقول لك احنا العنصر السامي ما احنا سامية احنا كمان ما احنا اولاد عم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذه قصة من الإسرائيليات. العلماء قسموا الأخبار التي جاءت عن بني إسرائيل إلى ثلاثة أقسام: قسم جاء في القرآن، وقسم جاء في السنة الصحيحة، وقسم جاء عن أحبارهم وعلمائهم. القسم الأول والثاني نقبله بلا أدنى شك، صح؟ قصة عن بني إسرائيل جاءت في القرآن، تقبل ولا ما تقبل؟ تقبل وتسلم، زي قول الله عز وجل: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هذه قصة عن بني إسرائيل جاءت في القرآن، نصدقها ولا نكذبها ولا نقولها بلا تصديق ولا تكذيب؟ نصدق. وما جاء في السنة الصحيحة صدقناه، زي الحديث ده. طيب وما جاء عن أحبارهم وعن علمائهم؟ أقول لك ده برضه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم شهد الشرع ببطلانه، نصدقه ولا نكذبه؟ نكذبه. زي إيه؟ اليهود قالوا عن العزير أنه ابن الله، هذه إسرائيليات ما جاتش في القرآن ولا في السنة، لكن جاء في القرآن ما يضحضها ويكذبها، يبقى نذكرها ونكذبها. واضح؟ قسم جاء عن أحبارهم وجاء في القرآن ما يصدقه، أو في السنة ما تصدقه، هذا نصدقه. القسم الثالث هو الذي جاء عن أحبارهم وعلمائهم ولا نملك دليل يصدقه ولا نملك دليل يكذبه. هنا نقول ما قاله النبي. التقسيمات الماضية دي شرح الحديث النبي اللي هو: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهمت يعني ايه لا تصدقوهم ولا تكذبوهم؟ امتى نصدق وامتى نكذب؟ لا نصدق ولا نكذب في أمر ورد عن أحبارهم، مش في القرآن أو السنة، أو عن علمائهم، ولا نملك دليل تصديق فنصدق ولا تكذيب فنكذب. هنا نورده لا سيما في الترغيب والترهيب إن كان ينفع أو يؤثر، مش كده؟ وإلا فعندنا في السنة الصحيحة وفي القرآن ما يكفين، احنا عندنا الكفاية. لكن لو مسألة في هذا الباب الذي فصلنا فيه في الترغيب أو الترهيب لا إشكال ولا مانع. لا نكذب لأنه ربما يكون حق، إذا كذبنا حق، ولا نصدق لأنه ربما يكون، إذا كذبنا إيه؟ باطل. طيب هؤلاء إذا صدقنا باطل. هؤلاء الثلاثة من بني إسرائيل وقع لهم هذا الأمر كابتلاء من الله عز وجل. الناس دول ما هو كانوا في بلاء أصلا، واحد أبرص وواحد أعمى وواحد أقرع، مش ده بلاء؟ ما هو ده بلاء. لكن هنا ربنا ابتلاهم بإيه؟ بالنقم ولا بالنعم؟ بالنعم. فالله يبتلي بالنقمة ويبتلي بالنعمة. الله يبتلي بالسلب كما يبتلي بالعطاء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، ابتلاه بالتكريم والتنعيم، فيقول ربي أكرمن
وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، انتوا حاسبينها غلط. الله يبتلي بالسلب ويبتلي بالعطاء. ممكن يديك نظر ستة على ست ونظرك يوديك جهنم. ممكن يبتليك بالعمى ويكون سبب في دخولك الجنة. المهم انك ترضى بما قسمه الله لك. ابتلاهم بالنعمة، وعشان تبقى عارف البلاء بالنعم اكثر من البلاء بالنقم. او الله، وعشان تبقى عارف برضه الصبر على النقم اخف من الصبر على النعم. صعب. واحد ما عندوش فلوس، هيجي له عجب منين؟ هيجي له كبر بأمارة ايه؟ ما انت مسكين زي حالتنا، مش كده؟ فتنة النساء هتتحدف عليه، هيبصله ليه؟ ده عايز معونك الشتاء، مسكين، مش كده؟ التاني عنده فلوس بقى ومنصب، يركب عربية كده بنص مليون جنيه يتنفخ، الكبر يصيبه. الثياب التي نلبسها والطعام الذي نأكله والمراكب التي نركبها تؤثر فينا، تؤثر فينا. في ناس تركب العربية ينزل من العربية وواخد الموديل بتاعها، يعني يبقى راجل مرسيدس، راجل شبح واخد الموديل معاه، فيكلمك من هنا من اطراف الانف، ايه ورب الكعب. انا قلت زمان واحد راكب عربية بضرة زي ما بيقولوا، لو سلم عليك لك هاي السلام، التاني راكب عربية بجهو لك السلام عليكم، التالت راكب عربية اردة لك السلام عليكم ورحمة الله، الرابع راكب عجلة نصر لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واحد ماشي على رجليه ياخدك بالحضن. فانا بقول اهو. والثياب برضه، يعني واحد لابس بدله ب2000 جنيه وجزمه ب300 جنيه يمشي مجعوص، ها؟ واحد لابس جلابيه مرقعه يمشي في مسكنه. لا ينكر هذا، ان الثياب والمراكب والمساكن لها تاثير في نفوس الناس. والبلاء بالنعم اشد من البلاء بالنقم، والصبر على النقم اخف من الصبر على النعم، لانك مع النعم تفتح لك بوابات كثيرة من الشر. فتنة النساء، انت عندك فلوس تبقى راكب عربية من نص مليون دي، كلا واحدة توقفك في الشارع، هنا توقفك، واصحاب السيارات يعرفوا كده، ها؟ فتنة. الكبر والعجب فتنة. المنصب فتنة. فاللهم إنا نسألك نعما كثيرة ونسألك الشكر على هذه النعم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، آمين. ابتلوا بالنعمة. بعث الله إليهم ملكا فتصور في صورة كل في صورة إنسان، وفي هذه فائدة في كون الملك أعطاه الله من القدرة ما يستطيع بها أن يخرج في غير صورته. صورة إنسانه هو سيدنا جبريل، كان يأتي الصحابة غالبا في صورة إنسان، ده دائما مش غالبا، دائما. في حديث جبريل المشهور اللي سأل فيه أسئلة هي عماد الدين، ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ أخبرني عن الساعة، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أخبرني عن أماراتها. الحديث اللي كلكم حافظينه، جبريل جاء في صورة إنسان ورجل غريب شديد بياض الثوب شديد سواد الشعر. قال عمر لا نعرفه وليس عليه أثر السفر. إنسانه إنسان
كان يظهر جبريل أحيانا في صورة دحية الكلبي، صحابي كان وسيم جدا سيدنا دحية، جميل قوي، فكان جبريل يظهر في صورته. وفي هذه منقبة لدحية، ان جبريل بيطلع في شكله، منقبة كرامة لدحية. ورأته عائشة في صورة دحية، ورأته خديجة في صورة دحية، وأقرأهما السلام، مش كده ولا ايه؟ هذا الرجل الذي ذهب، وكلها أحاديث صحيح، الذي ذهب لصلة أخ له في الله، فأرصد الله له ملكا على مدرجته على طريقه، فقال أين تريد؟ قال أزور أخا لي في الله. قال فهل له عليك من نعمة تربها، أو فهل لك عليه من نعمة تربها؟ قال لا، إنما أصله في الله. قال فإني رسول من الله إليك أبشرك بأن الله أحبك لحبك إياه. ده كان ملك في صورة إيه؟ بشر. والنبي قال لحنظلة لما جاءه يبكي ويتهم نفسه بالنفاق، نافق حنظلة، قال وما ذاك؟ قال نكون عندك في حال، ونرجع إلى البيوت، نلاعب نعافس الزوجات ونلاعب الأولاد، قلوبنا ننكرها تتغير. لقد نافق حنظلة، قال لو ظللتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة بأيديها على فرشكم وفي طرقاتكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. لو انت تصلوا لدرجة عالية من الإيمان، الملائكة تيجي تسلم عليك تصافحك. عمران بن الحصين قعد مريض 30 سنة، صحابي ملقى على سرير من جريد، نقب له فيه مكان يقضي منه حاجته، دخل عليه أحد التابعين فبكى، قال ما يبكيك يا ابن أخي؟ قال ما أنت فيه يا صاحب رسول الله؟ قال تعالى ألا أخبرك، ألا أبشرك، بشرط ألا تخبر أحدا بهذه البشرى إلا بعد موتي؟ قال بشر. قال إن الملائكة تأتيني وتسلم علي، فمن كان في مثل حالي ألا يصبر؟ أهو الملائكة كانت تجيله على فرشه تسلم عليه، زي ما النبي قال لحنظلة. يبقى الفايدة الثانية أو الثالثة دي من هذا الحديث، أن الملك له صورة، له قدرة على أن يتصور في صورة إيه؟ بشر. برضو الجن، والشيء بالشيء يذكر، له القدرة على أن يتصور في صورة بشر أو صورة حية أو صورة كلب، بس غير كده لا. حية أو كلب، لا سيما الكلب الأسود البهيم، أو إنسان، بدليل أن إبليس أفندي، الله يخرب بيته، إبليس مش في السيرة النبوية جلس في دار الندوة مع الكفار وهم يخططون لقتل النبي في صورة شيخ النجدي، راجل عجوز من نجد، وظهر لهم في غزوة بدر في صورة سراقة، وقال أنا جار لكم. لما شاف سيدنا جبريل نازل يقود الملائكة، إبليس يعني فتح الرابع، وقال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله رب العالمين، أنا بخاف ربنا سبحان الملك. طيب ها؟ وظهر الشيطان في صورة إنسان يسرق من الغلال، وقبض عليه أبو هريرة، الأمثلة كثيرة، فتح الله عليه، فبعث الله لهم ملكا، فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال جلد حسن، جلد لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس يعني بسببه. تعرف الناس تحب تكون معافاة من كل مرض، لا سيما من العيوب الظاهرة،
صح؟ يعني في مرض باطن مستخبي من داري ما متداري ماشي، إنما ظاهر يبقى شيء مؤلم، مؤلم ينفر الناس. قال أنا عايز لون حسن وجلد حسن، ويذهب الذي قد يراني الناس، يعني أخف، وإما شخف وخلاص يبقى جلدي شكله حلو ولوني حلو. ففعل، دعا له فكان، مسحه ودعا فبرئ بإذن من؟ بإذن الله. ثم أي المال تحب؟ الإبل. خلاص خد ناقة عشراء فأنتجت وملأت الواد، وأتى الأعمى وأتى الأقرع وأعطى لكل واحد ودعا لكل واحد وذهب الأذى عن كل واحد منهم. ثم تلحظ إن الثلاثة أحسنهم من الأول كان الأعمى، هو من الأول أحسنهم. ليه؟ تلمح في طلباته الرضا والزهد. الأعمى قال أنا عايز إيه؟ أن يرد الله علي بصري. ما قالوش طب ويديني عينين ملونة وعينين تبقى زرقة، عايز عينين رمادي، عايز عينين عسلية، ترجع له خلاص إخلاف الأبرص. ما قالوش أنا عايز أخف وبس، قالوا لا أخف وجلد حسن ولونه حسن، أخف وربنا يديني جلد ناعم أوي 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 ويخليني كده زي بتوع أوروبا أبقى أبيض، جلد حسن ولون حسن، ما كفاية تخف. طب عايز إيه من المال؟ إبل، والجمل أعظم الأنعام صح؟ إنما الأعمى طلب إيه؟ غنماية. الخروف يقارن بالجمل بالثمن؟ مش ممكن. فالأعمى كان زاهد، طلباته قليلة. برضو بتاع الراجل الأقرع ده عايز إيه؟ قال له عايز شعر حسن، مش كده ولا إيه؟ صلى على رسول الله. أي نعم، قال شعر حسن. طب ما أنت أقرع قول ربنا يرد لي شعر، أي شعر أنت لاقي مفلفل مجعد أكرت أي حاجة، ربنا يسترنا وإياك. لا شعر حلو، شعر حلو سايح كده نايح، أبقى بقصة الهواء يطيرها كده، شعر طماع طماع. طب عايز في ايه المال اللي بتحب؟ بكرة بكرة. التاني قال انا عايز عناية وخلاص، اي حاجة، وعايز غنماي المال الغنم اقل شيء. فهو من الاول رجل محترم، طلباته فيها رضا وفيها ايه؟ زهد. فاللهم ارزقنا الرضا وارزقنا الزهد يا رب العالمين. ثم دار الزمان وجاء الملك في صورة كل واحد منهم. ليه؟ الإنسان بينسى ما كان عليه، بينسى. فأنت كنت أبرص، أديني جاي لك أبرص عشان تفتكر. مأساتنا أن احنا بننسى في كل حاجة، حتى في الطاعة، حتى ودي مشكلة الإخوة في الطاعة. تلاقي واحد عاصي بيشرب سجاير ماشي مع بنات، عقل الوالد والوالدة فيه مفاسد، يقولك أعوذ بالله إيه ده، تقرأ ويشتغل عليه. يا أخي كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. أنت ليه تنسى؟ مأساتك أنك تنسى. فالملك جاله بصورته عشان يفكروا. في ناس أول ما ربنا يعطيها تنسى أصلها، تنسى أصله، ينسى ناسه، يبيع أهله. ده أنت كنت فين يا ابني؟ أنت منفوخ على إيه؟ ده أنت ممكن عايش تحت الأرض، أنت ناسي أصلك ولا إيه؟ فالملك جاءه في صورته ليذكره بما كان عليه لعله يشكر ولا يجحد. أتى الأبرص في صورته وهيئته، رجل مسكين انقطعت بها الحبال، لا بلاغ لي في سفري هذا إلا بالله ثم بك. قال له الحقوق كثيرة. قال أسألك ناقة، الحقوق كثيرة.
قال كأني أعرفك، ألم تكن أبرص فعافاك الله، فقير فأغناك الله؟ قال إنما ورثته كابر عن كابر. وده كذاب. عارف ليه؟ لأنه لو غني، ابن غني وجده غني وجد جده غني، غالبا اللي نشأ كده لا يبخل على الناس، شبعان أصلا، شبعان. وقلش دائما في غني كل ما زيد فلوسه يزيد شحه، أنا بقول غالبا الشبعان لو ابن عز كابر عن كابر عن كابر ما يبخلش، إنما ده جعان وشبع، شبع من بعد إيه؟ جوعة، زي ما ستك بتقول فعلا. قال إنما ورثته كابر عن كابر. قال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه. فحدث، ومع الثاني حدث هذا، ومع الثالث، الثالث فقط هو الذي شكر النعمة. أهم فائدة في الحديث ده إيه؟ شكر النعمة. إيه الفائدة الأصيلة؟ قال الله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم. قسم الله عز وجل الناس إلى شاكر وكافر، كافر نعمة، فقال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. بل إن الله أخبرنا أنه ما خلق الخلق إلا ليشكروه، فقال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الآيات بالعشرات في شأن الشكر. يبقى شكر النعم يحفظها. كان عمر بن عبد العزيز يقول قيد النعم بالشكر. اللي ضيع نعمة الأبرص والأقرع إيه؟ الجحود. اللي ذهب بمال قارون وبسلطان فرعون إيه؟ الجحود. كل واحد ذهبت نعمته، سبب ذهاب النعمة وحلول النقمة الجحود. يبقى شكر النعمة هو أهم درس في هذا الحديث المبارك. إيه تاني؟ صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه دلائل القدرة، فالله ملأ وادي من الغنم ووادي من البقر ووادي من الإبل، مع أن الأصل غنيمة هنا وبقرة هناك وناقة هنالك. الملك مسح على أبرص والبرص ملوش علاج، فبرئ بإذن الله. بقدرة من؟ بقدرة الله. يبقى الفائدة هنا إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. فائدة أخرى، قد يبتلي ربنا الإنسان بملك يظهر له في صورة إنسان. ممكن مسكين يجيلك أعطني يكون في الحقيقة ملك، زي ما حصل لهم أهو. قد يبتلي ربنا الإنسان بملك من الملائكة يفتنه به ويختبره. وطبعا يا أخوانا الابتلاء يعني الامتحان. هو ربنا بيبتلي الناس دول ليه؟ عشان يعلم هيشكره ولا يكفره. طب هو مش عالم من الأزل؟ عالم. أما الابتلاء بغرض إيه؟ إظهار علم الله في الناس. هو أزلا عارف الشاكر والكافر، ومن لا يختم له بالخاتمة الحسنة ومن الذي سيختم له بخاتمة السوء. الابتلاء لإظهار علم الله في الناس. ابتلاء سنة ربانية لم ولن تتخلف عن أحد أبدا. ده انت خلقت اصلا عشان تبتلى. مش اصل القصة ان التلاتة دول اراد ربنا ان يبتليهم. الابتلاء سنة ماضية في كل الامم وفي كل انسان، بالنعمة بالنقمة بالعطاء بالسل. الفقر ابتلاء، الغنى ابتلاء، العافية بلاء، المرض بلاء، الولد بلاء، العقم بلاء، الزوجة بلاء، عدم الزوجة بلاء. البلايا بانواع منوعة وألوان ملونة وأشكال مشكلة، وإما أن تكون صابر أو شاكر. بل إن الواحد منا لا ينفك عن الصبر والشكر، لأن كل يوم تتعرض لبلايا
وتتعرض لنعم، تشكر على الثانية وتصبر على الأولى. الصلاة نفسها فيها الصبر والشكر، إسباغ الوضوء على المكاره، بلاء الصبر، بلاء مكاره يبقى صبر. صليت دي نعمة، من الذي وفقك للصلاة؟ الله. يبقى عايزين الشكر، شكر وصبر ما ينفكوش عن البني آدم أبدا. البلاء سنة ماضية في كل الأمم. قال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعني أخلص عملا، خلق الموت والحياة، حط لي بعدها لماذا وكمل، تلاقي يقول لك إيه؟ ليبلوكم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إيمان بقائي ما ينفعش، إسلام عبارة عن كلام وشكرا ما ينفعش. دعوة الإيمان سهلة، لازم بلاء ليظهر ربنا الصابر من القانط والشاكر من الجاحد. أي نعم. ثم فائدة أخيرة في هذا الدرس، هذا الدرس في هذا الحديث إثبات لصفة الرضا والسخط، وهما من صفات ربنا عز وجل. مش في الآخر الملك قال للأعمى الشاكر: أمسك عليك مالك، لقد ابتليت أنت وصاحبيك فرضي الله عنك وسخط على صاحبيك. يبقى ربنا بيرضى ويسخط، رضي الله عنهم ورضوا عن إثبات صفة الرضا لله في إطار ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، والله يسخط ويغضب. قال الله عز وجل: أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وقال الله عز وجل: وغضب الله عليه ولعنه. ربنا بيغضب على الكفار ويسخط على الكفار ويرضى عن المسلمين الطائعين. فاللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا. انت عارف لو ربنا رضي عنك خلصت، لان رضا ربنا عنك احسن من الجنة، اعظم من الجنة، لان الجنة مخلوق من مخلوقات الله، والرضا صفة من صفات الله عز وجل. هذه بعض الفوائد والعبر من هذه القصة النبوية وهذا الحديث العظيم. الله أسأل أن ينفعنا جميعا بما قلنا، وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.